خالد، هل تسمعنا؟ نعم أسمعك في هذه اللحظات. بالفعل هنالك يعني اقتحام واسع النطاق يستهدف مخيم جنين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الصور المباشرة التي تعرض الآن عبر الغد هي لأطراف المدخل الشرقي الشمالي من المخيم فيما يعرف بدوار السينما وسط المدينة. تم التمركز لآليات عسكرية إسرائيلية حيث تدور مواجهات في تلك النقطة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي. يتم استهداف الآليات بوابل كثيف الرصاص وكذلك أيضا العبوات الناسفة، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بشكل مباشر بالأعيرة النارية والقنابل الغازية تجاه الشبان في وسط المدينة. إلى أطراف الشرقية من المخيم هنالك تمركز لجرافات الاحتلال الإسرائيلي حيث تواصل عمليات تدمير في البنى التحتية. 4 جرافات عسكرية إسرائيلية تباشر تدمير البنى التحتية في الأطراف الشرقية والشمالية من مخيم جنين. طبعا حتى هذه اللحظة لم ترد أي من الإصابات. قبل قليل قالت مصادر محلية بأن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية إسرائيلية، ومنذ هذا التفجير منذ نحو 10 دقائق وهذه الجرافة العسكرية الإسرائيلية متوقفة ولا تعمل. وعلى ما يبدو هذه مؤشرات أنها لربما العبوة أدت لإعصاب الآلية الجرافة العسكرية الإسرائيلية. إلى طبعا أطراف مخيم جنين، وأتحدث طبعا بطبيعة الحال عن منطقة الجابريات، خلة الصوحة، حارة الدمج، طلوع القبض، وهي امتداد المناطق المحيطة بالمخيم. انتشار عسكري إسرائيلي كبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما تتواصل طبعا الاشتباكات المسلحة والاستهدافات بالعبوات الناسفة. المشهد الميداني هو اقتحام واسع النطاق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. 4 جرافات عسكرية تشارك بهذا الاقتحام الذي تم الدفع به من 3 محاور، من المحور الجلمة شمال المدينة ومحور مقابلة كذلك أيضا في هذه اللحظات في المشهد. وهذا طبعا يعني بكل بساطة أن مزيد من التدمير سيكون سيد الموقف في المنطقة. طبعا عدد الآليات ربما يكشف جزء من الأهداف، أنه لا يتركز فقط على عملية إحداث تدمير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. قد يكون هنالك مداهمات واعتقالات لعدد من المباني والمنازل على الأطراف الشرقية والشمالية من المخيم، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل طبعا إغلاق جزء كبير من الطريق على المدخل الشمالي المحاذي لمستشفيين جنين الحكومي وكذلك أيضا الأمل في المدينة. الصورة الآن التي نشاهدها عبر الهواء، انسحبت الآلية العسكرية الإسرائيلية، وطبعا بين كر وفر في هذه النقطة تتواصل المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن التمركز الرئيسي هو يبتعد عن هذه النقطة نحو 200 متر، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل بتسيير عدد من الآليات إلى عمق المدينة وتحديدا فيما يعرف بدوار السينما، حيث تندلع المواجهات والاشتباكات العنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما طبعا أعمال التجريف لا زالت مستمرة على ما يعرف بطلوع الغبز، وهو امتداد على الأطراف الشرقية المحاذية للمخيم الذي يؤدي إلى معظم الحارات، سواء على المدخل الشرقي أو على حارة الدمج أو الحواشين أو على جورة الذهب. وهذا الطريق هو ذاته الذي دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل 14 يوما، بمعنى أن جيش الاحتلال يرفع من التكلفة الميدانية لكل عملية اقتحام فيما يتعلق بالحالة النضالية. هذا ما يقرأ ميدانيا، وهذا ما يدعو إليه طبعا بطبيعة الحال عبر المنشورات التي يقوم بتوزيعها وإسقاطها بواسطة طائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة. طيب، ولكن خالد، ما هو الهدف الرئيس للاحتلال الإسرائيلي من تدمير البنية التحتية؟ ربما ليست هذه المرة الأولى أو الثانية، هناك العديد من المرات التي قام فيها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف البنية التحتية في جنين.
يعني هنالك هدف عملياتي وهدف آخر سياسي. الهدف العملياتي وفق بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم بأنه يقوم بتحييد عدد من العبوات الناسفة المزروعة والمعدة مسبقا في هذه الطرقات، لكن في غالبية الأمر هذه الطرقات التي تدمر لا يحدث في محيطها أي انفجارات تستهدف الآليات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي مزاعم يمكن القول بأنها كاذبة لرفع فاتورة الحاضنة الشعبية وتدفيعها ثمنا باهظا في ظل طبعا احتضان المقاومين في مخيم جنين. الهدف الآخر هو كسر الحالة النضالية للشارع الفلسطيني، بمعنى ليجعل الشارع يتساءل هل نحن مستعدون لمزيد من هذا الدمار والركام في كل عملية. يعني اليوم نتحدث تقريبا عن نحو 20 مرة من الاقتحام التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنى التحتية. هذه فاتورة ثقيلة معقدة للمشهد الميداني في الضفة لطبيعة المخيم، لكن يقولون في المخيم أن هذا هو حال اللجوء، لا جديد ولا يمكن كسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا يمكن لجنين أن ترفع الراية البيضاء. تم تدمير طيب. كل الطرقات، المداخل، النصب التذكارية، المعالم الميدانية في المخيم، وحتى تدمير جزء من النادي، من طبعا القاعات داخل النادي والقصف الصاروخي وتفجير بعض المنازل، وبالتالي لا يمكن التراجع خطوة إلى الوراء فيما يتعلق في المشهد الميداني في الضفة الغربية. طيب خالد، يبدو أنه بعد انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية قبل نحو دقيقة من الآن بدأ الفلسطينيون المواطنون يتجمعون في هذا الميدان الذي ترصده كاميرا الغد في هذه اللحظات. نعم بالفعل، يعني هذا هو الميدان الداخل في منطقة دوار السينما، حيث يعني بين كر وفر تتواصل المواجهات في هذا الطريق الذي يربط عمق المدينة في طريق شارع مستشفى جنين الحكومي، وهو المحاذي للمدخل الشمالي للمخيم. تمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية هو بالقرب من المستشفى، أي على امتداد الطريق الذي يربط بين دوار السينما والمدخل الشمالي. التمركز الآليات العسكرية بين فينة وأخرى، يكون هنالك تحرك لبعض الآليات كما شاهدنا قبل قليل، وتندلع المواجهات بين شبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، ولاحقا تنسحب الآلية وتعاود مرة أخرى، وهكذا يبقى المشهد. طبعا التحركات العسكرية الإسرائيلية هي لمنع تقدم الشبان إلى نقطة دوار السينما وحتى وصول بعض المقاومين، سيما وأن هذه المنطقة عادة تشهد اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين، ويتمكنون من تحقيق إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. طيب هنا السؤال خالد، نعم، عن طبيعة الأدوات والأسلحة التي يستخدمها المقاومون للتصدي لهذه الترسانة العسكرية الإسرائيلية التي تحاول بين الفينة والأخرى اقتحام مخيم جنين كما نتابع، وقد انسحبوا قبل دقائق من الآن، وقلت إنه انسحاب تكتيكي بالدرجة الأولى. طبعا انسحاب، فقط للتوضيح والدقة، انسحاب من النقطة التي هي الآن ترصدها كاميرا الغد، وهي عبر طبعا ميدان السينما، لكن عملية الاقتحام مستمرة. أما فيما يتعلق بالأدوات، لربما جزء من الإجابة قد أشرت له في السؤال، وهي أن المقاومة الفلسطينية تواجه ترسانة عسكرية، وبالتالي معركة غير متكافئة ميدانيا. نتحدث عن أسلحة بسيطة وليست ثقيلة، وكذلك أيضا نتحدث عن جزء من العبوات الناسفة محلية الصنع، جزء منها يحدث التدمير وإعطاب الآليات العسكرية الإسرائيلية، لكن لا تقارن بطبيعة الحال بالقوة التفجيرية لتلك الأدوات المستخدمة في قطاع غزة، والتي تحقق الإصابات المباشرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وتخرج بعض الآليات الإسرائيلية عن الخدمة هنالك في القطاع. هنا في الضفة الغربية
الإمكانيات محدودة، ونعلم الواقع الأمني المفروض على الضفة في ظل عمليات الاقتحام المتكررة والمباشرة لعدد من المناطق، وهذا بالطبع يلقي لمحدودية التأثير سواء بطبيعة العبوات المستخدمة أو الأدوات الميدانية. نتحدث عن أسلحة رشاشة بدائية وآلية يمكن لها خوض اشتباكات، لكن في الجهة المقابلة هنالك طائرات استطلاع مسيرة تقدم صور مباشرة عن طبيعة ميدان الاشتباك والاقتحام، وكذلك أيضا طائرات مجهزة بالصواريخ وطائرات انتحارية ومجال الرؤية الليلية لعناصر الوحدات الخاصة الإسرائيلية والقناصة الذين اعتلوا بشكل مبكر أسطح البنايات. يعني الآن بدأت فعليا الدخول إلى مدينة جنين عبر ما يعرف بالمدخل الجنوبي للمدينة جنات، حركة سير منعدمة تماما، وهنالك يعني تشعر بأن شيء ما يدور في الأرجاء في ظل طبعا عملية الاقتحام المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة في ظل طبعا اقتحام المدينة وكذلك المخيم، وأيضا انقطاع التيار الكهربائي وفق شركة كهرباء الشمال عن أرجاء من المخيم، وكذلك أيضا طبعا مدينة جنين في ظل الاستهدافات المباشرة لمولدات التيار الكهربائي. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.